ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، غني إذا استغنيت عنه بماله، فإن قل مال كان عنك بخيل. وما أكثر الخلان وما أكثر الإخوان حين تعدهم، لكنهم في النائبات قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين، يحياكم يبياكم يطبتم طاب ممشاكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة لهذا اليوم الأحد 13 من شهر كانون الثاني لعام 2019 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بداية شهر جماد الأولى، أيام مباركة وأيام خير إن شاء الله تعالى، رغم البرد رغم الثلج، لكن إن شاء الله هذا العام عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نسأل الله أن يمن ويحفظ أهلنا اللي بالخيام والنازحين في سوريا وفي كل أصقاع وبلاد الدنيا إن شاء الله. قبل الترحاب بالضيف والضيوف الأعزاء، حقيقة فقط على السريع يا جماعة الخير، خالص العزاء وخالص المواساة لهن الجبور اليوم بوفاة الشيخ عبد العزيز العطلة، حقيقة أبو سعود، وجه من وجوه هن الواوي الشيوخ في جنوب الموصل في الحمام، ذهب إلى ربه. نسأل الله أن يرحمه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أيضا إمارة زبيد، خالص العزاء والمواساة بوفاة كريمة الأمير محمد مزهر السمرمد وخالته الشيخ حمزة أحمد عبد الله السالم الإحماد الجبوري اللي هو شيخ البو خطاب العام في العراق والوطن العربي. أيضا من العراق إلى المملكة العربية السعودية، حيث العزاء لأهلنا شمر هناك، حقيقة خالص العزاء والمواساة للشيخ أبو نايف، للشيخ أبو نايف فيصل النايف الجربة، حقيقة أبو نايف بوفاة ابن عمه أبو ميزر النوري الجربة، نسأل الله أبو أحمد، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر لنا وله. حقيقة الموت مكتوب على العباد والبلاد جميعا، لكن من طبيعة برنامجنا أنه يعني إلى العشائر وهو من العشائر. لكن من المبشرات الجميلة اليوم اللي وردتنا حقيقة والأخبار اللي أفرحتنا، ما اتصل بي قبل الظهر الحاج علي بن ظاهر أبو عماد، واللي أطلق مناشدة قبل تقريبا 20 أو 25 يوم عبر برنامج تراحيب يناشد بيها فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ مسعود برزاني بإطلاق سراح حفيده، يعني واللي كان مسجون عند يعني حكومة الإقليم تقريبا 3 أشهر نتيجة وشاية كيدية. اليوم الحمد لله أفرج عنه ورجع إلى جامعته ورجع إلى عمله، فجزاهم الله خير، مثل ما قال علي بن ظاهر بأنه إحنا نشكرهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. واليوم حتى مناشدة وردتني من أهلنا السماوة إلى قائد شرطة السماوة، راح تسمعونها يعني عن طريق الهوسات وعن طريق البرنامج. المخرج في فاصل قبل الترحاب بالضيوف، قبل الترحاب بالضيوف فقط على السريع هذا الفاصل، وبعده راجعي لكم لتكملة فقرات برنامج خيمة وقصيد، فابقوا معنا وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم أحبة المشاهدين والمتابعين والمحبين، أجمل ترحيب يليق بضيوف أمسية هذه الحلقة الذين وفدوا إلينا من محافظة صلاح الدين حياهم الله، الشاعر والمقدم والمتألق الكبير عبد الرحمن الجبوري أبو ونس، الله حيه الله حيه الله حيه، حياك الله، حيا الدوم، مساك الله بالخير، بالخير بالخير والكرامة. احنا اليوم حقيقة شرقاط أحزنتنا بوفاة كوكبة من خيرة رجالها جاسم الدوخي وخوالك ويمكنه من قرايبك، لكن نشكر التزامك حقيقة والموعد اللي انطيته للبرنامج ورغم انشغالك فنشكرك، بس نعزيهم باسمك وباسم بداية البرنامج. اي والله، لأن تدري المهمين يحفظك. طبعا حقيقة يعني احتراما للبرنامج واحتراما لقناة سامرة بارك الله الفضائية بيك. واحتراما لشخصك الكريم تعيش، يعني وجب الحضور. أما حقيقة احنا البارحة يعني جينا الأربيل أني والأخوية مصطفى الرملي، فأني بايت يم مصطفى المهم يعني الفجر هيك، وإذا أتفاجأ بمنشور على الفيس بوفاة خالي
عبد الهادي جماعة الحميدي. اي أيوة والله طبعا. وايضا احد اساتذتنا واخواننا واصدقائنا وصديق اخويا يعني صديق اخويا ابو صهيب وصديق خوالنا وهو ايضا ابن خالتي خلينا نقول ابو وسام عبيد الحسين الجراد الله يرحمه طبعا من خلال برنامجكم اعزي خوالي الفرج عام الجميع والحميدي خاصه نعم بوفاه خالي عبد الهادي الجمعه طبعا خالي واخويا وصديقي عبد الهادي جمعة الحميدي وايضا اعزي اهنى الدوخي القيادات عامه والحسين الجراد خاصه بوفاه ابو وسام الرجل الطيب الرجل الخلوق عبيد الحسين الجراد ربي يرحمه ان شاء الله وايضا اعزي عمامنا الدوخي طبعا هاي الوفاه اليوم في ان امر واحد الله اي والله امر الله الله يرحمه ان شاء الله اعزي اهنى الدوخي بوفاه الحاج جاسم الدوخي عسى الله يرحمه ان شاء الله ويرحم جميع موتى المسلمين يا امين ربي. امين الله محييك وحتما راح نسمع منك الجديد والمفيد اليوم الكثير الكثير لكن الله. هذه واجبات الدنيا يا جماعه الخير يعني عذرا ايضا شاب متالق تعرف له من المؤلفات الكثير وله من الدواوين الكثير شاب طموح ويختلف عن بقية الشبان والخلان والأصحاب المتألق مصطفى الرملي الله حيو الله حيو الله حيو مساك الله بالخير أستاذ فهمي حياك الله فرحانين بشوفتك وبهاي الدعوة الكريمة طبعا فرحانين وضاجين بنفس الوقت على هاي الأخبار جتنا من الشرقاط اي الحمد لله في الشرقاط عموما على هذا المصاب الجلل وندعي من الله ان تكون خاتمه الاحزان امين يا رب اي والله الله محييك يا مصطفى مبارك الخطوبه الله يبارك لك إيه نتمنى لك التوفيق شوف احمد شوقي ماذا قال انت الشعراء لانه الانسان يعني هو عنده مفاتيح الحزن ومفاتيح السرور شو يقول احمد شوقي يقول واذا سئلت عن الحياه واذا سئلت عن الحياه وجدتها عرس اقيم على جوانب مأتمي يعني هي الحياه يعني أرض بطون تدفع وأرض تبلع يعني فنعزيهم إن شاء الله والحياة إن شاء الله فعلا الخلف بروس الجميع إن شاء الله وسنرجع إليهم أرجع لك يا عبد الرحمن ما التقينا من زمان وأنت أيضا مقدم برنامج على قنوات فضائية واشتغلت وشاعر ترف بالأسبوع الماضي كانت لك بصمة على قناة سامراء بقصيدتك الجميلة الرائعة لعلي عيد الجميلي يعني حقيقة هذا الشهيد اللي فدى بروحه وبنفسه أرض العراق ولم يكن من الجيش ولا من الشرطة وإنما من عامة الناس لكن تخلد اسمه من خلال قصيدتك الجميلة الرائعة فجزاك الله خير اليوم مش عندك الخيمة وقصيد لهذا العام الجديد اللي نتفائل به خيرا مهما كانت الجراح أنا طبعا سعيد جدا بشوفتك بارك الله فيك وباللقاء مع حضرتك في هالبرنامج مع أخويا مصطفى الرملي وتمنيت أنه من وين جت الخوة بين الحوري والرملي أشو عندكم قروب كلها نكات ناس تعلق على ناس لو هذا للطرفة احنا كنا يعني تريدنا ثقافة حاضرين الله الله تريدنا شقة ونكات وأريحية حاضرين يا سلام تريد تضحيات هم حاضرين الله 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 تريد يعني المهم احنا يا رد حمد انفسنا احنا مثقفين ونجاد فالمثقف يعرف عن كل شيء شيء الله الله مو يعرف عن شيء كل شيء الله الله فاحنا سلام معزة وغلاء بيناتنا جيد فهذه هي اللي تخلينا الشقة وال ايه حلو هي صارت امتدت هسه وصلت القيارة بهذه الجروبات ايه ارجع لك ايه ونسمع لك جمهور يتابع اليوم بالكويت الحبيبة الحمد لله برنامج خيمة وقصيد وصل إلى أهل الكويت إلى أهل الخلايج السعوديين أحواز إيران إلى متابعين كثر والحمد لله بالوسطية بالاعتدال بالشعر الجميل الهادف بالكلام الذي يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق وفي نفس الوقت يخاطب يعني شغاف القلب هكذا الكلام إذا خرج من القلب يستقر بالقلب حتما مستحيل الكلام يعني مستحيل ما يطلع غير من القلب إلا من القلب فماذا تقول يا أبو ونس طبعا احنا حاضرين الكل شيء يا سلام لك وللجمهور وأنا تمنيت لأناني خلنا نقول يعني ظهرت في هذا البرنامج وبرنامجي من 2015 أنا أصوري فتمنيت تبدي يعني مع أخويا بس مصطفى نقلالك إيه
إذن لانه يعني اني اصلا احب اسمع منه. يصير ترى نصير مقدمين. مصطفى ساكت وكأن ايه؟ علامه يعني لسان حاله يقول السكوت علامه الرضا. صراحه اني بالنيابه عني. ايه يا سلام ويكفي. الله يبارك فيك. احنا لا انت موسوعه في من زهرياتك الحلوه حتى ما يضيع الحديث. وارجع على مصطفى. اعتقد احنا نقدر اثنين نصير مقدمين قدمك وتطلع من ترخي يعني. المهم بما انه زياره ترامب تحياتنا له. ما اعرف التحيه حمر هذه. بما انه بعد يعني بعد موضوع قائم حقيقه اني يعني ضحكت او ما اعرف شن تابني شعور انه يعني ماكو تصريح يشفي الغليل يعني من حكومتنا او من كل مثقفين. يعني كلهم زعلانين جو ما قال لنا ما ندري به. هو خذ العراق وما قالوا لنا. اي والله مو تمام صدقت. فليش ما واحد يتعذر عذر شويه معقول مو زين حتى وان كان مجامله زين مو زين. فاني حقيقه من صار هذا الموضوع وقت نشرت على الفيس. بس بما انه احنا برنامجك صار بيت زهيري. بيت زهيري على زيارة ترامب ايه؟ للعراق المفاجئ اللي ما يدري بها لا رئيس جمهورية ولا مسؤول. فاحنا نقول حاسب ضميرك الأمثالك بشر من تضر من تضر. حاسب ضميرك الأمثالك بشر من تضر وبيوم لو زايقت تشبع قهر من تضر تضر. الله يا عراق لا تنهضم عصار لك من تضر الجميع الدول حلبة نفطنا وذهب وذهب. وريح الخيانة أبد لا تستغربه ذهب. ترامب الزار قاعك بالعجالة وذهب مو مستهن بيك خايف من حذاء منتظر. الله 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 مو مستهن بيك خايف من حذاء منتظر. يا سلام يا سلام. عشت يا عبد الرحمن. ولو البارحة باتصال هاتفي أيضا مع محمد بن موسى القاضي وحملني لك تحية وسلام لأنه قال باكر منه ضيوفك. فقلت له عبد الرحمن ومصطفى يسلم عليك. محمد موسى القاضي يختلف معاك ببيت زهيري أيضا. عنده بيت زهيري هم على أمريكا. ايه؟ تدري شو يقول أبو فريند؟ أي والله أبو فريند يقول الراد أبو فريند يقول غالي. أبو فريند يقول الراد مني فضل مشغول وفضاله. الراد مني فضل مشغول وفضاله ولو علي فضل ما أنسى أفضاله. مرات سجن اللبيب يكون أفضاله تا ما يضيع بوسط هالمعمعة لبه. والفقد راسه جريمة يداعي باللبة. أمريكا جت على الوطن تا تاكل اللبة. تنهي وترد على القشر ما تترك فضاله. تنهي وترد على القشر ما تترك فضاله. هذا هو طبعهم الحمران. لكن أرجع لك يا مصطفى الله محييك. وأنت ماذا تقول في هذا البرنامج؟ أتتفق أم تختلف مع أبو ونس؟ لكن إحنا نريد قالوا عندك قصيدة وطنية. والله العراق يستاهل ونسمع منك شيء على الوطن. أخوي بدل الوطن فنجاريه. نعم. بالبداية مقطع لأهلنا بزديرة ولا يهون عشائر أخرى. والنعم. ونبدأ بقصيدة فأقول نفرق إحنا. ما تنباق منا فلوس. نفز الصبح نلقى رواح مبيوقة. دم ولد السياسيين زايد حيل ولد الخايب دمهم بخاشوقة. انترسد قاعنا وفرغا جوامعنا. أثار الساتر آمن من شوارعنا. سمعوا بينا ما ننتخب دزوا ناس فجروا روحهم واخذوا أصابعنا. أنا بقاعي ليش أنهان وليش عزازي دمهم صابغ الحيطان. طلعوا سوا من البيت للبرية للدفان. ولك بس يا وطن متعبتني هواي منك ما شفت بس موت. الطالب يطلع من البيت يروح بباص لكن يرجع بتابوت. تابوت الله. وصفوا أطفالنا يلعبون خيمة وخيم ما ظل بعد بيت بيوت. مو بس البشر هاجروا من الخوف. حتى النهر ما ظل بيه أي سمكة.
السماش لو ذب شبكه فوق الماي من يسحبها يطلع جند بالشبكه. اظلمت والبرد يقرص، انا ومن زحنا بليل وتقاسمنا الوجع بالنص، غالين ورخصنا بعين ذيك الناس، ولو هي رخيصة الشامة بالأبرص. أنا منكم وبيكم ليش هذا الخوف؟ مو الثياب بس فتشت حت ريتي، ردت بالسيطرة تجيبولي طاسة ماي، مو بالحاسبة تدقون جنسيتي. شلتم على كتفي بوقت كنت بحالك تافي من التعب متشيل شاكيتي، ادري لوين تاليتي، انا من ضيم الايجارات تندمت شكثر شي ما جبت بيتي، مهمومين من الجاي ومن الراح، مو بس احنا كل الناس هو بس الارهاب بهالوطن مرتاح. وسلامتكم. سلام. الله يسلمك. يا سلام يا سلام يا سلام. الله لا يعيد ذيك الايام ان شاء الله، ولت الى حيث لا رجعه. والله كريم، صح لسانك يا مصطفى. الله يعزك. تعيش 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 تعيش. يا ابو انس، اليوم الحلقه احنا بديناها بشيء من الحزن وشيء من الشجن، واحنا ما نريد حقيقه البرنامج هو ساعه من الزمن نسرقها يعني من فم الزمن من أجل أن نسعد بها المشاهد والمتابع وأن يسمع فيها الكلمة التي تريح. كنا قعدنا الصبح وسمعنا هاي الأخبار اللي وفاة فلان صديق أو حبيب أو قريب، ونريد البرنامج يعني تضيف عليه شيء من الأنس. أنت أبو أنس مو هيك؟ غير اسم على مسمى يا مصطفى، لو أنا متوهم. بلى والله. على فكرة من وين جت العلاقة بينك وبين عبد الرحمن؟ يعني فارق بالعمر بعض الشيء. والله هو مفضل علي بهذا العلاقة، أنه على اعتبار أنه زميل شعر يعني. لا قلت لك، هو أخرى. هو طبعا أناني عبد الرحمن الجبوراني معجب به قبل لا أكون صديقه. ها ها. زين، يعني من بعيد معجب به. فماذا يقول فيه؟ هو ما يعرفني، كان ما يعرفني. إيه زين، فأنا شوي شوي بقيت أتقرب مدري شنو، لين الحمد لله جاء الطريق. الله حيهم. لا لا، الله حيهم. الله حيهم. كنت ما أدري أيضا، وأنت اللي مفضل علي يعني. لا لو بحالاتك أنت بحالاتي ما صادقي. بس أنت لحالك. إذا أطربنا ويعني شوية أضف إلى البرنامج شيء من ال يعني من المتونسين بيك احنا. بارك طبعا الله. أيوة والله. انت انت كل شيء ابو تسلم فرقان. تسلم. انت رجل طيب و بارك الله بيك، ورجل يعني مطبق الابتسامه في وجه اخيك. الله يحفظك. الله يحفظك. وفاهم، وما راح نضيف لك اكثر احنا، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله نضيف للجمهور. اما انت موسوعه وانت تعيش تعيش ما عليك زود. بارك الله بيك. فما اعرف اللي تريده احنا حاضرين من المحاور اللي اتفقنا عليها. انت لك اربع محاور بالبرنامج اليوم. اقرا قصيده وجدانيه وناخذ منك من المحاور الاخرى. اقرا قصيده وجدانيه وبعدها اكو حتى ندخل بالمحاوره، لانه احنا متشوقين الى محاوره الرملي والحوري. هذه تبي يبدي بيها مصطفى. بس عندي هذا القصيدة الوجدانية طبعا. أريد الوجدانية. صاير عندي مشكلة بالحفظ، أو مو ذنب الحفظ حقيقة. قبل من كنا نكتب أبو فرقان، لأنه نوصل القصائد يعني نقراها لأصدقائنا وأهلنا واللي يسألنا عن جديدكم أو كذا، حتى صارت من تكتب القصيدة رأسا تنشرها، يعني تنشرها على الفيس على أو وسائل التواصل أو، نعم. أو على أو حالة أو على الواتساب، المهم فراح يقرونها، راح تصل كتابة أو مثلا تسجلها وتنشرها. فالقصيدة إذا ما تنطلب منك أو تنسأل وتقراها أكثر من عبارة عن كتلة من المشاعر، ما يمكن أن تذهب ميتة هكذا إلى الناس. تمام. فإذا ما تقراها يعني باستمرار، مثلا صديق يقول لك جديدك وتقراها، أخوك، نعم. المهم يعني جمهورك. فاعذرونا للتلكم مقدما، أقول مشكلة القلوب تموت من تنعاف. من تنعاف. مشكلة القلوب تموت من تنعاف، وعشت كل عمري خايف لا أفارقكم. الله الله. أبو أنس. مشكلة القلوب تموت من تنعاف،
وعشت كل عمري خايف لا أفارقكم، وشققت الرسائل والصور والثوب لمن شفت واحد غير قايدكم، وطويت الصفحة والحب دست وتعافيت، طويت الصفحة والحب دست وتعافيت، بس حنيت من طبيت شارعكم. الله. فرق بالعمر صح بس بالمشاعر جيل. الله. فرق بالعمر صح بس بالمشاعر جيل، أعرف عاشقيني وأنا عاشقكم، إش بدر مني يولو وحدة قضى الليل. يا يابا. إش بدر مني يولو وحدة قضى الليل، جبنا عمارنا تغثوني وأعذركم. طيب. المرض والجلطة والهم والقهر والنوح والحسرات كلهن ذن من عدكم. يا الله. بس هو العشق نقطة الضعف بالناس. أي والله. بس هو العشق نقطة الضعف بالناس، يجيكم يوم وتجربونا ويذلكم. أيوة. يجيكم يوم وتعرفوني غالي هواي. ونعم. وكل ما أبتعد عنكم أرخصكم، بنفسي تراجعت لو شغلة ما لعناد، بنفسي تراجعت لو شغلة ما لعناد، وحق شاكو رسالة انهم لتوصلكم. الله. بنفسي تراجعت لو شغلة ما لعناد، وحق شاكو رسالة انهم لتوصلكم، وحق كلي المرمى حاكي بي وياك. الله. يجي يوم وأحس بفراقي يوجعكم، بس ما تسوى والبياناتنا ممنوع، بس ما تسوى والبياناتنا ممنوع، لا تعذبوني حتى بسرعة فارقكم. الله الله الله. تقاليد العشيرة والأهل والناس وين نروح منها، قصب أترككم. الله 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 الله. أنا شفت الحزن ما شفت أي أفراح، أنا شفت الحزن ما شفت أي أفراح، ومن الذاكرة يا ريت أمسحكم، ومن الذاكرة قررت أمسحكم. الله الله الله. تعيش الله. تعيش تعيش تعيش. عايش. شجن صادق وقصيدة رائعة جدا، صح الله لسانك، بارك الله بك. فماذا تقول يا الرملاوي؟ أتتفق معه في قصيدته المشاعر؟ يعني أكو حد غاثه؟ والله بين القصيدة خيالات شاعر. لا لا ملتشوم ملتشوم. كاتب هذا الأسلوب الخاطر، أسلوب مصطفى بالقصيدة. فما معجب به بهذا الشعور حقيقه، يعني مو ابد مو مجامل لانه طالع سوبر البرنامج او عادي انه او هذه كلها ما تمشي يمنه، تلاقح افكار. لا انا دائما اسلوبي بالقصيده يعني او البحر او كذا، مو بهذا الاسلوب. اذا نشوف رد مصطفى شو يقول. فاني متاكد انه يعني قصدي مجاراته بقصيده اخرى على نفس الوجدانيات. والله عندك اول مره جرب الزعل وزعل وزعل. ايه. وأول مرة روحه ما توسل. أها. كانت صعبة لكن مع الأيام شوية شوية صارت عندي تسهل. تسهل. الله. شوية شوية قمت اكتشفه مو زين، وصارت قيمته مو مثل الأول. كان يكابر ويتزعل هواي، ما حسه بأمله هو ينذل، كل ما أبشرد والقاه بالعين وقولا يلا عجايات ينزل. ينزل. الله. أنا شفي بعد ما يلمس البوب، ليش نقودها ونعرفها تندل، ليش نقودها ونعرفها تندل، فهموني كلهم غلط وتصوروني شخص ما أنحبوا مغرور، بس أنا أمشي وأبد ما ألتفت للخلف متأثر بناعور، شايل فراسة نبي وما منط رأيي أبد، إش يعجبهم أحكي كنت بيدينهم طبشور، ومن عندي جفلة ورغم يم الشجر من فتت ما جفلت لطيور. من عندي جفلة ورغم يم الشجر من فتت ما جفلت لطيور، وقالوا علي مو ترف، بس أنا لو ما ترف ما كان كتفي صبر وتحمل العصفور. وسلامتك. عشت. عشت 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 يا جماعة الخير، صلوا على النبي. أستاذ حسام السيد المخرج معي. أيوة. حضرنا فويصل، ويا ريت إذا يكون القصيدة مالت عبد الرحمن، شو اسم القصيدة مالتك اللي قلناها قبل 5 سنين؟ ياهي. لا مو هسه، عن راح أخذ مشاركات، بس حتى شو اسم القصيدة اللي مالت آشور؟
ديرتي. اذا لقيتوا الفاصل مال ديرتي جهزوا لنا اياه. احنا رجعنا الحمد لله خلاص. رجعنا بس حتى يشمعون بها قهار. اما اني وردتني مشاركات سريعه بعد اذنكم حتى ورا الفاصل اخذ محاورة الربلاوي وال حاضرين. اسمها ديرتي القصيده. نعم لكن حقيقه حتى نبدا بالتحايا على السريع فقط. نعم يقول الشاعر أو المشارك بدت منك قطاعة مدري منه بدت منك القطاعة مدري منه ملتو ملتو خلفت ودنه مدري منه ملتو خلفت ودنه مدري منه محنت حسب جيتك مدري منه محنت حسب جيتك مدري منه وعليك قلوبنا بجمر الغضة وعليك قلوبنا بجمر الغضب. نحمد حريد السلامة يخصكم بالتحايا والسلام. صحيح. أميل مع الزحام على ابن عمي وأقضي للصديق على الشقيق وما وإما تلقني حرا مطاعا فإنك واجدي عبد الصديق. تحياتي أخوكم حيدر بن شحاذ الجبوري من بغداد. أهلكم البو خطاب يخصونكم بالتحايا والسلام. أيضا مهند خليل أحمد أبو سيف حيدر جليل شحاذة أبو تبارك في بغداد السيدية والدورة. أهلكم البو وسمي الخوة يعني واحد قضاوي واحد جبوري خطابي يعني يتكلمون على الأخوة وإحنا اليوم محتاجينها ونريدها. أيضا يبعثون تحياتهم وسلامهم إلى الشيخ أحمد بن عبد الله السالم الإحمادي لوقوفه لكل جبور ومع يعني كل العشائر تقريبا على مسافة واحد وهو قام من قامات أجبور المعروفة. حي الله أن البو خطاب وحي الله أن القضاء في بغداد وحي الله كل القبائل والعشائر اللي تتابع برنامج خيمة وقصيد. أيضا حقيقة سيد علي الياسر سيد علي الياسر الهويشلي من السماوة وابن عمه أيضا اللي هو عنده حقيقة مشاركة سريعة سيد مصطفى الياسري. المناشدة هي إلى قائد شرطة السماوة بشيء من النخوة وشيء من الحمية وشيء من اللي يسمونها الأبيات اللي تقول كالتالي: بيهن انتفاخر سيفين ويا التاج بيهن انتفاخر سيفين ويا التاج على متن أبو محمد مفرح المحتاج سامي سامي سعود اسمه وللعلا صار علاج. قائد شرطة السماوة والعشرة نعم والعشرة نعم من كل الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية. سامي سعود اسمه وللعلا صار علاج الريد الله يحفظه والسرب المعراج. أهه منك فزع ندور أهه منك فزع ندور وانت هدي بيوم الضيج ومنك فزع ندور وانت هدي. هذه لغة أهلنا الجنوب اللي دازينها القائد شرطة السماوة. يقول أيضا إلك تحلى القيادة وانت أبو سعود إلك تحلى القيادة وانت أبو سعود سيفين وتاج حقهن حيل وفيته سيفين وتاج حقهن حيل وفيته يراع الفزع أبدا ما عليك الزود يبشر بالخير اللي ينخاك خليته يبشر بالخير اللي ينخاك خليت الريد الله يحفظك الواحد المعبود سند للمظيوم أبو محمد لو أن نخيته سند للمظيوم أبو محمد لو أن نخيته. من السادة وكل الحاضرين من مع ضيوف سيد موسى بلاسم الهوشلي وسيد مصطفى وسيد علي يلا حيهم يلا حيهم أهلنا السماوة يلا حيهم جزاك الله خير. نعم أيضا من القاضي خلف الجبوري من القاضي خلف الجبوري رئيس المحكمة الدولية هنا في إقليم كردستان تحية وسلام إلى القاضي رزقار محمد أمين والقاضي بشدار مجيد خضر والقاضي نادر هرقي والقاضي نوزاد كريم وجميع قضاة إقليم كردستان في العراق. وأيضا تحية وسلام من القاضي خلف الجبوري ومني شخصيا ومن كل المحبين إلى القاضي نجاة فيض الله إلى القاضي نجاة فيض الله ابنة شاهين والقاضي نزار صابر سعيد والقاضي أيضا زبان شوكة حمد زرناهم في المحكمة الاتحادية. والحقيقة اليوم إقليم كردستان يعني بهذا القضاء العادل وبهذا القضايا اللي دائما بها ينصفون الناس كل الناس ننحني لهم إجلالا ومحبة
وأسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الإقليم وأن يحفظ أهله وكل المحبين. أيضا من أبو لؤي تحية وسلام إلى الأستاذ إخلاص البغدادية وكل المحبين. طبعا أيضا من الشيخ أبو غازي هلك الشبل العكلي يعني أبو غازي الشبل إلى الشيخ جمال الحسون أبو قيصر وأنا حتى أختم هذا التحية وعندي تحايا أخرى لكن للمحبين اللي دائما يكثرون من التحايا والسلام للسيد رضا الموسوي. اسألني من هو رضا الموسوي يا أبو أنس ويا أخوي مصطفى. هذا في يعني بغداد المحبة والسلام، ما أن يأتيه شخص إلا ويفزع له هو ما يعرفه، ما أن ينخى شخص إلا ويفزع له هو ما يعرفه. فكثير من شبابنا وكثير من يعني محبين البرنامج ناشدوني أنه يعني أدز له تحية وسلام بالبرنامج ويستاهل. وأستاذ رضا الموسوي طبعا المعرف عند العربي لا يعرف، أحن وانت بحنانك ما شملني وقرار العفو منكم ما شملني، إذا رأيت تملني ماشي بس تبقى مع عزتك ذيك هي بس تبقى مع. أقول خاف بعض مرات واحد إذا يفزع للناس وتكثر له الفزعات يقوم معد يفزع النوب، ما معناه يعني بس تبقى مع عزتك ذيك هي. المخرج يقول ناخذ الفويصل وحتى بعدها ندخل بمحاورة الرملي والحوري مو هكذا. أحبة المشاهدين والمتابعين هذا الفاصل وبعده راجعي لكم لتكملة فقرات برنامج خيمة وقصيد، فابقوا معنا وحياكم الله. الله حيهم الله حيهم الله حيهم، وشفت جنة بديرتي في كل مكان. اي والله الله كريم. معنا اتصال، هلا بالاتصال. الله حيو. السلام عليكم. السلام وهلا بالسلام. سلام فرقان. حي الله احفاد الامام الباقر. الله حيهم الله حيهم الله حي صبار البجار. الله حيو. بارك الله فيك. ما زلنا التحيه لك ويا ضيفيك المتالقين الاخ عبد الرحمن الجبيري ومصطفى الرملي. الله حيهم. حقيقه لقناتكم الرائعه والاروع عندما تتجول من شمال العراق الى اقصى جنوب في برنامجكم الرائع البرنامج الثاني تراحيب للوقوف على واقع حال اهلكم في العراق. تحيه لكم ولضيوفكم والكادر خلف الكواليس. تعيش تعيش. حقيقة يا أبو فرقان يعني من خلالكم أحب علي حقيقة استبشرت خير بترشيح أخونا وزميلنا الأخ صلاح الصفر الجمهوري للمنافسة لحقيقة وزارة التربية. يستاهل أستاذ صلاح يستاهل. إن الله وهذا يا رجل يا أخي له مواقف حقيقة مشرفة ورجل أكاديمي ومثقف وغيور وله مواقف ايام الريح هاي المدينه يعني شاهدت هالشيء. نعم. فقد اكبر يعني فقد اخيه الاكبر اللي كان ضابطا كبيرا في وزاره يعني في الدفاع الديني على اصابات الارهاب. الله يرحمه ابو انوار. هذا الرجل يرحم والديك هذا الرجل من قبيله الجمهور العريقه بنسبها. نعم. هذا الرجل يعني حقيقه معي يطلق عليه مجبور اللاوي يلقبون بمغاول مجبور عمليه وكلكم مجبور ما شاء الله انت اللي بالمنصب. بارك الله فيك بارك الله فيك ما عليك زود. وبيك يبارك واغلب الخبيله هذه تكون حقيقه مجبور اللاوي بالحله وعرب مجبور وبغداد والدوره ومن خلالكم اخفى اني بستحق اني اناشد الشيخ خميس الخنجر ان يدعم هذا الرجل بكل قوه حقيقه يستحق. ومن خلالكم اهداء بيت الهيلي الى الاخ صلاح خضير عصفور الجبوري والك والى الشعراء الحضور والى شعبنا العراقي عام وقبيله جبور خاص بيت الهيلي. تعيش. شو يقول الزهيري؟ والله يقول ان ارض الحجاز يجد ضيفك لفاك وجبر وانت البخيت الذي جاك الكثير وجبر. الله الله. بيك الدخيل احتمله ما راح منك جبر مجبور طيبك اصل بس كل شيء من العمر. ما عليك زود. وعدهم شعاع ما يخي منهم وشيء ملهم. اجبور اساس البخت والكرم شيء ملهم والله وعسر تنعمكم يا خلائف جبر. تعيش تعيش تعيش. تعيش عزيز تعيش ما عليك زود. كل الكادر خلف الكواليس وكل شعبنا وتمنى ان شاء الله تبشر خير يا صلاح خضير عصفور ومشكور ابو فرقان. بارك الله بك بارك الله بك. يبدو ان اليوم احنا مبختين مع المناشدات من السماوه الى الحويجه الى المحبين. المخرج يقول الوقت سيداهمنا وان شاء الله تصل مناشدتك استاذ صبار وبارك الله بك وان شاء الله تكون ضيفي في خيمه وقصيد حتى نسمع الهرج وجها لوجه. يقول القهاوي يقول قولوا لهم كثر السلامات ما فاد كون انت هارج بالمجالس ضحاوي. بارك الله بك.
يستاهل استاذ صلاح ابن العشائر حقيقه وابن الحموله، وان شاء الله المناشده من خلال الشاعر صبار البجاري ونسلط الضوء عليها اكثر. عجبتني المحاورات اللي تكون بين الشعراء، وتعجبني اكثر ان تكون يعني فيها شيء من الاثاره والشجون. وش قصه المحاوره يا اخوي مصطفى مع عبد الرحمن؟ والله ابو فرقان هذا تدري حكم العلاقه القويه بينه وبين ابو انس، ايه فيعني مرات نتشاقى بيناتنا انا وياه كشقه، احنا الرمله خير منكم كل شيء نتشاقى، بس ما نتشاقى يعني شعريا، هذه صارت بالشعر. زين طبعا قبل لا نبدي بالمحاوره تحياتي الى اهلنا الحوري عموما الله واخص بالذكر عمامي القهير وبعاجي اهلي، يا سلام. فهي صارت يعني عن طريق المزاح لا اكثر، عفويه بس بالضبط. من باب التوثيق يا ابو احنا الرمله خير منكم. لا والله الحوره خير منكم. خير شيء كتبت له زهيري ودزيت له اياه. يا سلام زين. اي والله زين. فماذا قلت؟ من الذي بدا بالتحرش؟ بديت انا. ايش قلت؟ زين فقلت له ظل ساكت شما شخت وبكلمه لا تقعد، لا تقعد ما توفي خافوا بعد فشلة بعرب تقعد تقعد اخدودك من القهر مو من كبر تقعد تقعد ويصير مالك ذكر مثل اللي باصله ضحى ضحى الله واضح كلامه وبعد ما حاجة منه وضحى وضحى الله الحور عندهم اذا نشطت في الضحى ايه بس عندنا المخربطة قبل الشمس تقعد الله ارمك أعد الحوري عندهم شنو؟ الحوري إيه عندهم إذا نشطة النشطة هذا تفز الضحى الضحى بس عندنا المخربطة قبل الشمس تقعد. يا الله أنا أشهد والله خم عاين أنا أشهد إيه فماذا قلت؟ بعد الضحى شلون الدافع عن الحراوية؟ والله أنا أقول بنتك يا حوري أفرفح لما نجعدها لما نجعدها الله بنتك يا حوري أفرفح لما نجعدها وتستاهل خدود قلبي بتعب أجعدها أجعدها الله لعيونها حظوظ كل الخلق أجعدها إلها معزة وغلب لب القلب نامت وما يوم سمعان بيها بردة نامت صدقت أجاوب أخي مصطفى أقول له هي بتلاث خبزت دارت عشة ونامت شلون تقبل يا اخي بالست اجعدها الله ونعم هي بثلاث خبزت ايام دارت عشاء ونامت بثلاثة بالليل تقبل اي شلون تقبل انا اشهد والله بالست اجعدها ايام ونعم الله الله مو بس رحات شلعت ثق شلعت ثلاث من زعلت ومو جرح لا عمري ثلاثة التبقى بعد 12 متطلقة بثلاثة اوف واجب عليها الضحي يتريق الخاطر تخاف منها عرفك ما تقدر تخاطر صاير براسي شفج إلها وشلت خاطر لو تسخبيها فلا تخليها لثلاثة لو تسخبيها فلا تخليها لثلاثة حكي معقول ومقبول لا يوم ما يسخي اللي يخليها تعالى لثلاثة لو اللي يجعدها الفجر لا اللي يخليها تعالى لثلاثة هو اللي ما يسخي ايه أنا طبعاً قاعدة عندي لا أجعد نايم من النوم أها. ولا أفسخ موبايل من الشحن بس ثابتات يعني إي والله فين عاد أجاوب مصطفى أقول له الحوري عندهم بنت القمر جورادها الله الحوري عندهم بنت القمر جاء وردها بس ما نقص الحديق الذي جاء وردها جورك على بنتكم مصطفى جور أدهى من جار وقتي ونظامك حيل بؤس انتي بؤس انتي بائس جارك على بنتكم مصطفى جار أدهى من جار وقتي ونظامك حيل بؤس انتي تلومني شلون ومعيشها بؤس انتي بأسه لحد عدنا احنا ونسى السهر مو ظلم عدنا احنا ونسى السهر مو ظلم بس انتي حارمها نوم الضحى يعني مجوردها عجيب حارمها نوم الضحى يعني الله الله مجوردها والله الراد نوم الضحى يا مصطفى بعض مرات الراد موتونا عادي ولا تكسرون خاطرنا رملة عرفنا زلم بالروح خاطرنا اي والله ونعم موتونا عادي ولا تكسرون خاطرنا رملة عرفنا زلم بالروح خاطرنا اي والله
بس لو ترفة تمر معناها خاطرنا. أها. مو نار وجب الشتا موجود حردها، ومو حر يلجمك عبد لا والله حردها. أزعل وجورد نعم، ويجوز حردها الما تقوم الضحى تتلقى خاطرنا. الله أزعل وجورد نعم ويجوز حردها الما تقوم الضحى تتلقى خاطرنا. والنعم 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 أبو فرقان، والنعم والله سلوك الحرير. اي والله أبو فرقان، طبعا أخوي مصطفى هو خاطب من الحوري. ها اوف إيه؟ بعد هو ناسي واني هم كنت ناسي بعد ما تزوج حمد ويمجد وكان اتذكر. ايش كان جاوبت على ذهن. اها اي والله يعني هذا الحكي ما ينهض الا على الوطن، راح يتثبت بل 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 بالقناه رسمي بعد، راح نشوف الايام يا مصطفى. فانا تذكرت انت خاط من الحوري، صار لك ساعه روح علي ورا صلاه الصبح. فعاد اقول له يتيه الحساب يتعب كل من عدنه، عدنه يتيه الحساب يتعب كل من عدنه، وللعد ما ظل اثر صدقني من عدنه من عادانا. اي والله ننطيكم افراح يا ابن سلوك، من عدنا لو يوم دنياك على الاحزان دارتكم، دارتكم. وانا اشهد الدر عسل للضيف درتكم، درتكم. انا اشهد الدر عسل للضيف درتكم، يا صار ساعة مجد بنت ديرتكم عليش جيت وخطبت بنية من عدنا. الله الله، يا صار ساعة مجد بنت ديرتكم. أيوة والله عليش جيت وخطبت بنية من عدنا. اي والله سؤال حقاني، عفت الرملاويات ورحت على الحوري، فماذا قلت يا يعني مصطفى؟ شو تقول هسه؟ اقول له بهذا قدرت لي. ايه وفرض نيت الحكي حوريه، حوريه حبيت وحدة أبد ما منها بالحوري، بالحورة. يعجز وصفها الشعر ووزاني وبحوري، إي من شفتها جميع البلقلب ولو، ولو. مو بنت شنها نبي وفوق الخلق ولو، ولو. أردحش حظه وبخت يزديرة يولو، خسران شاك وشخص ما ناسب الحوري. خسران شاك وشخص ما ناسب الحوري. خسران المنطقة. حلو أنا عاد جاوبته. اي والله اختم بالجواب. شكل وثقافة وأصل، اي شهد من انت، من انت. شكل وثقافة وأصل، اي شهد من انت، ونقول للك شتم مو خير من انت، من انت. وتصير ان دليل دروب من انت، يلبيك نص الخلق داخت يا خي حوري، حوري. مو بس بنات الانس بيك اعجبا حوري، حوري. مو فقط يخسر ترى الما ناسب الحوري، الله. خسران كل من يا خي ما اخذت منه انت، الله. خسران كل من يا خي ما اخذت منه. الله عليك. المخرج يقول انتهى الوقت، احنا بقى عدنا دقيقه استاذ علي، دقيقه بس. صل على النبي. ما اي على 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 استاذ فلاح المنديل، هلك عيار العرج ومدير توزيع منتوجات النفطيه. والله محضرين بس هالوقت ده عندك شيء له؟ والله محضرين يعني. إيه استاذ فلاح يستاهل طبعا، لانه بعد يومين يفتتح اكبر محطه توزيع منتوجات نفطيه بالموصل على مستوى العراق والشرق الاوسط. ولكم تحيه وسلام من نوم احمد، اهلكم محمد بالكويت الشقيقه. اي والله دزلكم تحيه وسلام، التابعة البرنامج وخصتكم بالتحايا والسلام لك والاخوي عبد الرحمن. ايضا اخوي شاكر المعاضيدي يتابعنا، بابو غريب ايضا بعث لكم قصيده لكن الوقت ادركنا، وايضا ابو سراب اخوي صالح القيسي ايضا تحيه وسلام له ولاولاده والى كل المحبين. اهلك بني قيس. التحايا يا مصطفى. اي والله وفلاح المنديل لا تنسونا لان يستاهل ابو صالح. تحياتنا لاستاذي ومعلمي الاول والاخير بهذا الدنيا والدي نور الظاهر، كثير السلام للوالد. وتحياتنا الى والدتي، والنعم. وتحياتنا الى عمي الغالي ابراهيم القهير، والنعم. وتحياتنا الى الشيخ امير العناد، والنعم. ونشوان العبد، والنعم. والصديق صبح العقله، والنعم. والى كل بعاجه عامه، والنعم. وتحياتنا الى كل من شاهدنا، واعتذر على النسيان. الساحل ليسر نحملك تحيه وسلام العكلي والشعلان والقاضي ابو لؤي والشبلي وعمامنا والبغزات. اي والله الجميع. اي والله تحياتنا ابو نهار واسمي مساهر اشريعه، والنعم والنعم. اشريعه لازم تخبر علي ثل علي تصلي غادي علي تولك انت خابر والله خير ان شاء الله. اي طبعا انا بصراحه بخصوص المحاوره احنا للتنويه انه اني بنت اخويا متزوجه بزديره ما شاء الله، وتحياتنا الى العم ابو يونس
مزهر المديد والنعم والى نسيبنا ماهر والى ام يونس الشيخه والنعم 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 اهلك الحدي لواركن دحام والمحبين صار استاذ علي تمام لهم والى عمي ابو مصطفى الرملي تحياتنا ولاهلنا الرملي جميعا العدد كثير اهلك شروين جمهور يقول لهم نحملكم تحيه وسلام اي والله الشيخ ابو مالك ابو مالك اهل دياله ايضا تحيه وشكر الى خالي حسان الخلف العبد الجاد على الهدية راح أعلم بس على الشماغ الأصلي يستاهل والباقات ما أعلم عليه يستاهل معلم. يستاهل والنعم تعلم بس أنا والعطر والنعم والنعم ما شاء الله تحياتنا له أيضا تحياتنا إلى السيد العقيد حازم السيد حسن في الحجاج وإلى مدير قسم الشهداء والجرحى وإلى كافة المنتسبين عادل المنديل الجميل يسلم عليك هلك جميلة تحياتنا إلي والشيخ مقدام والبيض العلي والمحبين إلى أبو عيد العيد والمحبين دكتور مقدام الجميلي وتحياتنا إلى كافة أهلنا الشرقاط وأيضا تحياتنا إلى الأخ أحمد ضاري صاحب مكتب مدرستي ايه؟ للطبع والاستنساخ ايه؟ ولعمل الدروع صار ولي ايه؟ يعني لكافة الطباعة تحياتنا له إلى جميع أهلنا في الشرقاط وتحياتنا إلى الزعيم أبو مازن أحمد عبد الله عبد والنعم عضو مجلس النواب العراقي بيت زهيري لو من تداست علينا من الردى يا رجال رجال لو من تداست علينا من الردى يا رجال مانع لو نظن نعيش بناس يا ورجل ورجل يلي لو من تداست علينا من الردى يا رجال مانع لو نظن نعيش بناس يا ورجل يلي يطيح بمصيبه لو رجيه ترجل ذيب ابو مازن هذاك الكمري ضنجه يل يلي يطيح بمصيبه لو رجيه ترجل ذيب ابو مازن هذاك الكمري ضنجه يل مثل حظه ابد ما قبل بشر انجه راح انطي كلمه بعد مليون عام انجي مثل ابو مازن فلا اقعد بمصر جاي راح انطي كلمه بعد مليون عام انجي مثل ابو مازن فلا اقعد يستاهل والنعم من ابو مازن والله يستاهل رغم انه احنا طبعا لا شايفينه ولا قاعدين معاه ولا ملتقين وياه لكن يستاهل ابو مازن ويستاهلون هن الحجاج يستاهلون هن نجاد يستاهلون هن ولد السلطان جبر يستاهلون العراق بعشائره بحقيقه باصيافه بمكوناته بعربه بكرده بتركمانه بسنته بشيعته بمسيحييه بأطيافه المتنوعة جميعا المخرج يقول انتهت الله 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 اي والله يقول ليشتك شلون تقدر تدبر هاللهجات كلها بان واحد يذكرني بصديقنا محمد المصري المصري اخوتنا المصريين لهجتهم تختلف ويلعب ويا فريق تلول الباجه هن شمر ايه؟ فمن يصير هجمه ايه؟ كره القدم يصير هجمه بلا. فتدري تبكون الواعي محمد المصري ايه؟ يردي ينادي اللاعب تاعي ينطي الكره تهدف اه. يقوم يصيح مو يرتبك يقوم يصيح بحر يا ولا بحر يا ولا بحر بلهجته هن شمر ويا ولا اخوتنا المصري عشان انت من ترتبك تحج كل اللهجات بشهادتك استاذ علي المتالق حقيقه اذا بهذه الدقائق الجميله وهذا اللقاء الجميل احسب ان دقائق البرنامج قد انتهت لا يسعني في نهايتها الا ان نشكر الضيفين العزيزين الذين تجشم عنا السفر من صلاح الدين الخير والمحبه الى اربيل المحبه والسلام هنا في برنامج خيمه وقصيد الشكر موصول الى المصور المتالق الكبير امير الكبو وعلي بن غالب ومروان بن غالب وعمر بن رافع ويوسف الناصري وموسى الفراجي وحسام بفاعور ها وإلى أستاذ فيصل آل الطوف وإلى فهد الجرجري وإلى كل المحبين هذه تحية المخرج لكم حسام بفاعور حتى ألتقيكم في حلقة أخرى ومجلس آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.